أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وسلم تسليما كثيرا يا ربنا على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن أئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك وعدل فينا قضاؤك، فنسألك يا ربنا ونحن في هذا اللقاء بكل اسم هو لك لعندنا سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تمن علينا يا ربنا بأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن تبارك لنا في أرزاقنا، وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاطلا عن العمل إلا ويسرت له عملا حلالا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمرحبا بكم في درس جديد من دروسنا في العقيدة الإسلامية، ونحن في بيت الله سبحانه وتعالى، تتنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لعلكم تذكرون أننا يعني في دروسنا في العقيدة الإسلامية وقبل السفر الأخير إلى مصر، تحدثنا عن أركان الإيمان، تحدثنا بداية عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتحدثنا عن الإيمان بالملائكة، وأتبعنا الحديث عن الإيمان بالملائكة الحديث عن عالم الجن والشياطين، وتحدثنا أيضا عن المس والصرع، وتحدثنا عن موضوع يتعلق بالمس والصرع أو يتعلق بالجن، وهو موضوع السحر، وتحدثنا بعد ذلك عن الإيمان بالرسل والأنبياء، وتحدثنا عن الإيمان باليوم الآخر، وقلنا أن الإيمان باليوم الآخر بيقتضي الإيمان بما يحدث في يوم القيامة وما يحدث من بعد، يعني من بعد أن يخرج الإنسان من قبره، وما يتبع هذا الأمر من البعث والنشر والحشر والمرور على الصراط والجنة والنار إلى آخر هذه الأمور. وتحدثنا عن علامات الساعة الصغرى، عن بعض من علامات الساعة الصغرى، أن علامات الساعة الصغرى يعني كثيرة، تحدثنا عن بعض منها، وتحدثنا أيضا عن بعض من علامات الساعة الكبرى، تحدثنا عن نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، تحدثنا أيضا عن بعض من العلامات الكبرى للساعة، وما زال حديثنا موصولا حول هذا الأمر اللي هو العلامات الكبرى للساعة، لأن طبعا الحديث عن العلامات الكبرى للساعة هو داخل في نطاق الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. الآن نتحدث عن علامة أخرى من العلامات الكبرى للساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح، وذكر أن هذه العلامات 10 علامات، 10 علامات، يعني حصرها النبي صلى الله عليه وسلم في علامات 10، بخلاف طبعا العلامات الصغرى، العلامات الصغرى كثيرة. الآن نتحدث عن العلامة من العلامات الكبرى، ألا وهي علامة خروج يأجوج ومأجوج. وقوم يأجوج ومأجوج، سبحان الله، حينما نتحدث عنهم نجد أن هناك الكثير، يعني حينما نقرأ عنهم في الأول
سواء كانت قراءتنا في الكتب أو القراءة في المواقع الإلكترونية، تجد الكثير من الخلط في هذا الأمر، والكثير من الخرافات، والكثير من الإسرائيليات، والقصص الواهية، والكلام الذي لا طائل من ورائه. وحينما نتحدث عن ياجوج وماجوج فحديثنا يعني كما هي عادتنا بفضل الله سبحانه وتعالى بينطلق من كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ومن الأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الأحاديث الضعيفة لا نعتمد عليها، يعني طبعا هذا الأمر من الأمور العقدية التي ينبغي أن يكون فيها إيمان المسلم إيمان قوي وإيمان صحيح وراسخ وثابت لا يتزعزع ولا يأتيه الشك ولا الريب. فقوم يأجوج ومأجوج ذكروا في القرآن الكريم في أكثر من موضع، والموضع المشهور الذي يعرفه الكثير منا هو موضع سورة الكهف. سورة الكهف يقرأها معظمنا في يوم الجمعة حينما تحدث الله سبحانه وتعالى عن قصة ذي القرنين، وكان مما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الإيه؟ في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم إيه؟ سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة إلى آخر الآيات. فذكر الله سبحانه وتعالى أن هناك سد بناه ذو القرنين على قوم يأجوج ومأجوج، فما موقع هذا السد وأين يوجد هذا السد الآن، وكيف أن قوم يأجوج وماجوج يعني سيخرجون عند اقتراب الساعة أو قبيل قيام الساعة باعتبار أنهم من العلامات الكبرى، مش من من العلامات الصغرى. كنا نقول مثلا أنهم سيخرجون وبعد ذلك بفترات تقوم الساعة، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم بعثة الرسول نفسه كانت من العلامات الصغرى للساعة. الرسول بيقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وشوف الرسول مبعوث منذ متى، الآن احنا في العام 1433 هجرية ولا 1434 هجرية، يعني تخيل كم سنة مضت على بعثة الرسول ومع ذلك لم تقم الساعة إلى الآن، لأن ذات من العلامات الصغرى للساعة. إنما العلامات الكبرى مباشرة يعني من بعدها مباشرة تقوم الساعة، يعني لو زارت أي علامة من العلامات الكبرى للساعة يعني بتظهر متتالية ومتتابعة، وفي نفس الوقت من ضمن هذه العلامات خروج الشمس. يعني لو يسر الله سبحانه وتعالى لنا الوقت في هذا اللقاء من ممكن نتحدث أيضا عن هذه العلامة، لكن لو لم يكن هناك تساهل الوقت بنرجع الحديث عن علامة خروج الشمس أو طلوع الشمس، بدلا من أنها تطلع من المشرق تطلع من المغرب، عندئذ كما حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل لا تقبل توبة الإنسان، خلاص أنها تعتبر الساعة قد قامت. فمقصد الحديث أنه لو وقعت علامة من العلامات الكبرى للساعة خلاص انتهى الأمر والساعة على وشك القيام، ولذلك بتسمى بالعلامات الكبرى. هذه عقيدتنا، لكن متى تقوم الساعة، متى بالتحديد، هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها إلى وقتها إلا إيه؟ إلا هو. يسألونك كأنك حفي عنها، وإنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إن الله عنده علم الساعة، فعلم الساعة هذا لا يعلمه إلا الله، أنه من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا إيه؟ إلا هو. لكن هذا الأمر شغل بال الكثير من الناس حتى من غير المسلمين، حتى الإيطاليين أنفسهم هم تجدهم كثير الحديث عن هذا الأمر، ربما في وسائل الإعلام، ربما حتى في الأحاديث الشخصية بينهم وبين بعضهم. حتى لو تطرق الأمر لأن تتحدث أنت معهم كمسلم، من الممكن أن يتطرقوا معك لهذا الأمر اللي هو موضوع قيام الساعة. وبعضهم اللي هم علماء بقى بيسموهم علماء الكونيات الذين يتحدثون في أمور الكون والفضاء إلى آخر هذه الأمور، والشمس والقمر والأرض والمشترى والكواكب يعني والمريخ إلى آخر هذه الكواكب، يعني أحيانا يقولون أن الساعة
على حد كلامهم لو صدقنا كلامهم كان الساعة المفروض انها قامت منذ سنوات. فمرة يقول لك هتقوم الساعة في عام 2000، شوية لما عام 2000 اتى ولم تقم الساعة قال لك في عام 2012. طب 2012 مرة ولم تقم الساعة، يعني كان من حوالي برضو كده شهر ولا كانت كان حديث في وسائل الإعلام الإيطالية عن هذا الأمر والوسائل الإعلامية الأخرى. شوية قال لك لا ده هتقوم في 2020، يعني في 2000 وإيه في 2020. هم طبعا عندهم يعني بيتكلموا في هذا الأمر من خلال الإيه، من خلال بيسموها نظريات علمية. وهناك فرق بين الحقيقة العلمية والنظرية الإيه العلمية. نظري كلمة نظرية معناها أنها ما زالت في محل البحث والأخذ والرد والشك إلى أن تثبت. لو ثبت هذا الأمر يبقى أصبح حقيقة إيه؟ حقيقة علمية. فإنما نحن كمسلمين بننطلق في هذه الأمور لأن ذات أمور غيبية. طالما أنها أمور غيبية يعني غيب يعني غائبة عنا لا يستطيع أن يتكلم فيها الإنسان من خلال العقل ولا من خلال الرأي ولا من خلال الاجتهاد ولا من خلال تحليل الشخصي. ليس من المعقول أن اثنين مثلا يجلسان مع بعضهم أو مجموعة تجلس مع بعضها ويتحدثون في هذه الأمور وكل واحد يقول إيه رأيه. هذا الأمر ليس محال للرأي، وإنما ده علم عقيدة يؤخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى ويؤخذ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حتى نطيل عليكم، لماذا نقول هذا الأمر اللي هو المقدم هذه؟ حتى نعلم أن موضوع الساعة وموضوع قيامها ليس محل الأخذ والرد، أن هذا الأمر محسوم في عقيدة المسلم، أن هذا الأمر لا يعلم قيامه إلا الله سبحانه وتعالى. إنما هناك علامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في عديد من الأحاديث وذكرت في آيات القرآن الكريم بتدل على إيه، سواء كانت بقى علامات صغرى أو علامات كبرى بتدل على قرب قيام الساعة. كما قلت تحدثنا عن بعض العلامات الكبرى، ونتحدث الآن عن علامة بتشغل بال الكثيرين اللي هي علامة يأجوج ومأجوج. في سورة الأنبياء يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب إيه ينسلون. ده مشكلة قوم يأجوج ومأجوج، ده يعني كما سنعرف من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأقوام مصيبة من أعظم الإيه من أعظم المصائب التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فكان من خبرهم مع ذي القرنين كما نقرأ في آيات سورة الكهف ما قصه الله تعالى أن ذي القرنين بلغ في رحلته السدين، والسدين في السدين المقصود بهما في الآية جبلان متقابلان، وحنقول بقى من المنطقة يعني من بعد المشاة الله سبحانه وتعالى. والجبلان بينهما منطقة، طبعا المنطقة بين الجبلين وتسمى في علم الجغرافيا بالإيه يعني زي مثلا بالمضيق يمر منه الناس. فهذا المضيق أو هذا الممر هو الذي سده ذو القرنين. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنهم في خلف السد يموج بعضهم في بعض كما أخبر الله سبحانه وتعالى في آيات سورة الكهف. وهذا السد رآه رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا أي مشكلة لأنه طالما أنه مش السد نفسه مش أمر غيبي، ده أمر موجود، ده سد وسد مبني، من الممكن أن يراه أي إنسان. فرأى هذا السد رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الأمر في حديث رواه الإمام البخاري، رواه معلقا أو أخرج البخاري معلقا ووصله ابن أبي عمر. الرجل بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم لقد رأيت سد يأجوج ومأجوج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف رأيته؟ فقال مثل البرد المحبر، طريقة حمراء وطريقة سوداء. فقال له النبي قد رأيته. البرد المحبر اللي هو البرد اللي هو اللباس الذي يلبسه الإنسان، ممكن الذي فيه خط محبر يعني ملون، يعني فيه خط أحمر فيه خط أسود وهكذا خطوط يعني ملونة. فالرجل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني صفة من صفات السد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد رأي، يعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. ومما يذكر في التاريخ بروايات صحيحة ذكرها أكثر المؤرخين بداية من الإمام ابن كثير في البداية والنهاية والطبري في تاريخه وغيره، أن الخليفة العباسي من خلفاء بني العباس من الخلفاء العباسيين، يعني خليفة اسمه الواثق
رأى في منامه هذا الخليفة رأى في المنام كأن ردم يجوج ومأجوج قد فتح، السد اللي بناه ذو القرنين فتح، يعني هذه رؤية منامية في المنام. فهو طبعا خليفة يستطيع أن هو يعبئ الجيوش ويرسل من يرى هذا الأمر. تعرف خليفة كلمة خليفة المسلمين مش معناها ملك في دولة ولا رئيس جمهورية على دولة ربما يكون تعدادها 50 مليون ولا 60 مليون ولا أكثر، ده خليفة لكل المسلمين في العالم، يعني كل العالم الإسلامي بيحكم من خلال الايه، من خلال الخلافة. فالخليفة العباسي الواثق يعني لم يبعث جيوش لكي ما لما تخيل لما خليفة يرى هذا الأمر، فأرسل رجالا، أخذ رجال يعني من ذوي الدراية ومعظمهم من الشباب، أخذ رجال ينظرونه ويصفونه له، يعني أو أرسل رجال عفوا أرسل رجال جاء بمجموعة من الرجال، قيل في الروايات أنهم 14 رجلا من الشباب، وأرسلهم لهذا لكي يروا هذا السد ويروا هذا المكان. ومما ذكر في الروايات التاريخية أنهم مكثوا في رحلتهم أكثر من سنتين، أكثر من إيه؟ من سنتين. والخليفة العباسي الواثق في بغداد، والسد هناك في ناحية كما سنقول موقعه في 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 في, 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 في بين أرمينيا وأذربيجان، وبالتحديد في 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 في, في دولة تسمى الآن بجورجيا. فهم أخذوا إيه؟ أخذوا سنتين في رحلته ذهابا وإيه؟ ذهابا وإياب، ما كانش في بقى لا طائرات ولا غيره، فأخذوا سنتين ثم عادوا. وذكروا من وصفه أنه من حديد مغيب في نحاس تبلغ اللبنة الواحدة ذراعا ونصف في ذراع ونصف، اللي هو البناء السد أو المادة المكونة منه السد، الحديد المغيب في النحاس أو الحديد المزاف في النحاس، واللبنة اللي هي القالب الواحد من 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 من, من, من هذا البناء مكون من ذراع يعني هكذا ذراع ونصف في ذراع ونصف، ده طول أو وصف اللبنة طبعا السد مكون من عدة لبنات، يعني فبيقول اللبنة الواحدة مكون يعني طولها ذراع ونصف في ذراع ونصف يعني مربعة. البعثة التاريخية هذه، البعثة التاريخية التي أرسلها الخليفة العباسي الواثق، أشار إليها كما قلنا الكثير من المؤرخين والكثير من المفسرين أيضا حينما يتحدثون عن هذا الموضع في آيات سورة الكهف. وممن أشار إلى ذلك الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير المشهور تفسير ابن كثير، وأيضا ذكر القرطبي هذا الأمر في كتابه المعروف الجامع لأحكام القرآن، ذكر هذا الأمر وقال أن السدين جبلان من قبل أرمينيا أو أرمينية وأذربيجان، وذكر أيضا في كتاب اسمه المسالك والممالك لواحد من الجغرافيين المسلمين المعروفين اسمه ابن خرتزبة، هكذا اسمه يعني، بيقول أن تلك الرحلة التي سيرها الواثق وهي لما رجعوا هؤلاء أخبروا الواثق أن طول هذا السد يبلغ عرضه 100 متر تقريبا، وهو يقع الآن في جمهورية جورجيا، وفي نفس الوقت فيه معروف أن في المنطقة هذه اللي هي بين أرمينيا وأذربيجان سلسلة جبلية طويلة، سلسلة جبلية هذه تسمى بسلسلة جبال القوقاز. تعرفين أحيانا في الدراسات الجغرافية لما بنقوم بدراسة المناطق الجغرافية المريد فيها المسلمين بنتحدث عن جمهوريات أسيا الوسطى والقوقاز، جمهوريات أسيا الوسطى اللي فيها أوزبكستان وكازاخستان والدول هذه اللي كانت دول تحت الاتحاد السوفيتي فترة من الفترات إلى أن فككه الله سبحانه وتعالى وظلت الآن لها الاستقلالية. وطبعا معروف إلى الآن أن الشيشان دولة من الدول الإسلامية الكبرى بتحاول أنها احنا طبعا كمسلمين معترفين بأنها دولة إسلامية مستقلة، لكن كثير من دول العالم لا يعترف بها كدولة مستقلة وإنما بيعترف بها كمنطقة لها حكم ذاتها هكذا.
على أساس أنها تظل تحت الحكم الروسي. المهم المنطقة هذه اللي هي آسيا الوسطى والقوقاز في منطقة في سلسلة جبلية، عارفين مثلا احنا لما مثلا لما في 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 رؤيتنا للسلاسل الجبلية المحيطة بنا هنا، هذه بتسمى طبعا بسلسلة جبال الايه الألب، ودي سلسلة جبلية طويلة تشوف دخل إيطاليا وسويسرا وفرنسا إلى آخره. فكذلك الأمر في سلسلة جبال القوقاز في هذه المنطقة اللي في 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 قارة آسيا. هذه السلسلة الجبلية طويلة، طولها 1200 كيلومتر، 1000 كيلو، 1200 كيلومتر في هذه السلسلة الجبلية، اللي سلسلة جبال القوقاز. الألف ومئتين كيلومتر هذو اللي هم في 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 سلسلة جبال القوقاز، في منطقة واحدة فقط في هذه السلسلة الجبلية الطويلة، منطقة واحدة اللي هي كان الممر اللي بيخرج منه قوم يأجوج وماجوج، وهذا الممر هو الذي بنى عليه ذو القرنين السد. السد طبعا أرمينيا وأذربيجان والدول هذه كلها داخلة بقى في سلسلة أو سلسلة جبال القوقاز بتمر بهذه بهذه البلاد. إنما موقع السد بالتحديد موجود في 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 دولة في دولة جورجيا. وكما قلت في بالنسبة في للرحلة التي سيرها الخليفة الواثق، عفوا أنا قلت هم كانوا 14 رجلا، لا هم ذكر أنه أرسل في هذه الرحلة 50 من الشباب الأقوياء، إنما حكاية 14 اللي رجعوا فقط يعني هو ذهب أو أمر 50 واحد يذهبوا لكي يروا هذا السد، إنما اللي رجع 14، ما رحلة طويلة مات فيها. المهم اللي رجعوا للخليفة 14 واحد من الايه من الخمسين. وهذا الكلام موجود طبعا كما قلنا في 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 كتب التاريخ الإسلامي وكتب التفسير والكتب التي تتحدث عن المعالم الجغرافية زي معجم البلدان لياقوت الحموي إلى آخره. يبقى إذا عرفنا الآن إن موضوع السد مكانه معروف، أصبح معروف. طبعا في بعض الناس كانوا بيقولوا إن السد بتاع يأجوج وماجوج هو سد إيه، هو سور الصين العظيم، هو سور الصين إيه العظيم. بس سور الصين العظيم يعني ليس له علاقة بموضوع إيه بموضوع ذو القرنين، وإنما المعظم كلمة المؤرخين المسلمين وحتى الجغرافيين اللي هم المعاصرين الذين تعمقوا في دراسة هذا الموضوع ذكروا بأن السد موجود فعلا في سلسلة جبال إيه القوقاز، ومكانه بالتحديد في دولة إيه في دولة جورجيا. إضافة إلى أن سور الصين العظيم مكون من الطوب العادي، ما لهوش علاقة بالحديد والنحاس، يعني ما فيش منطقة في 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 سور الصين العظيم، مع أن سور الصين العظيم يقال يعني من عظمته من عظمة البناء أنه المعلم الوحيد الذي يرى من على سطح القمر بالنسبة للأرض، يعني لما يكون مثلا في الفضاء لا يرون شيئا في الأرض إلا سور الصين العظيم، يعني من عظمة الايه من عظمة البناء ومن ضخامته، ما بيشوفوش بقى لا أهرامات ولا أي شيء، بيشوفوش غير سور الايه سور الصين. بس سور الصين ما ليس فيه ليس فيه ما هذه الأمور أصبحت معروفة، ليس فيه مكان في سور الصين هذا مكون من الحديد ومن الايه ومن النحاس. إنما الذين يعني ذهبوا إلى المكان اللي هو بين اللي هو في منطقة جورجيا أو في دولة جورجيا وجدوا فعلا أن هذا المكان يعني مضيق بين جبلين وسد منذ فترات، لأنه طبعا بيعرفوا المدة الزمنية من خلال في حاجة اسمها الكربون المشع، من خلاله بيحددوا الفترة الزمنية التي مر أو السنوات التي مرت على هذا البناء. وطبعا وجدوا فيه الحديد والنحاس كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات سورة الكهف. الله سبحانه وتعالى كما قلنا في آيات القرآن الكريم ذكر قوم يجوج وماجوج، فلا يستطيع الإنسان أن ينكره، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا هنقرأ بس كده بعض الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن يجوج وماجوج، وبعدين نقول أين هم الآن. لو أسعفنا الوقت، لو ما أسعفناش الوقت بنقول بقى في أي يوم آخر. بيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه: ثم يأتي عيسى بن مريم
قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجات في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أو لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يعني احنا قلنا طبعا نزول عيسى بن أسامة زي ما قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لعلم للساعة، وفي القراءة الأخرى: وإنه لعلم للساعة، مع نزول عيسى بن مريم عليه السلام. وطبعا عيسى بن مريم هو الذي يقتل إليه المسيح الدجال، لأن يعني كل العلامات في وقت واحد: المسيح الدجال والمهد المنتظر وعيسى بن مريم. وبينما في هذا الأمر يخرج الله سبحانه وتعالى يوحي إلى سيدنا عيسى عليه السلام بيقول له: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا أحد يستطيع أن يقتلهم، ولهم يجوج وماجوج، فيبعث الله يجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. يعني لما يبعثهم الله سبحانه وتعالى، أو أولهم اللي هم الناس اللي في الأول، ما في ناس في الأول، يعني الناس في الأول وناس في الإيه في الآخر، يعني يأتون وراء بعضهم البعض. الناس اللي في الأول يشربون ماء البحيرة كاملة، ده مش بيشرب يعني قرعة ماء ولا شيء، ده ماء البحيرة يشربون. الناس الذين يأتون بعدهم لا يجدون إيه برضو من نفسهم، يعني من يجدهم دول لا يجدون ماء في إيه في البحيرة، يقولون لقد كان في هذه البحيرة إيه ماء، ده كان في يوم من الأيام في البحيرة دي فيها إيه فيها ماء، لكن الآن شرب هذا الإيه شرب هذا الماء من خلال بعض منهم، مش كلك شرب الماء، وإنما بعضهم شرب إيه شرب الماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيرسل الله عليهم النغف على قوم يجوج ومأجوج. النغف يعني دود يرسله الله سبحانه وتعالى في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يصبحون يعني يميتهم الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الايه بسبب هذا الـ 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 الامر الذي يرسله عليه. ثم يهبط نبي الله عيسى واصحابه الارض، فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملأه زهمهم ونتنهم. ما هو اقوام الكسر لما يموتوا في مره واحده، تخيل بقى مدى النتن الذي يكون من هذا من جراء هذا الامر. لما يعني اعزكم الله حيوان يموت ويطرد فتره يصبح جيفه وتصبح رائحته منتنه لا يستطيع الانسان ان يمر بجانبه، فما بالك بعاده هؤلاء الاقوياء. فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله، ثم يرسل الله طيرا كاعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. الله سبحانه وتعالى يرسل من عنده يعني طيرا يحملهم، يعني يحمل هذه الجثث المنتنة ويلقيها حيث يشاء الله سبحانه وتعالى. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مضر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. الله سبحانه وتعالى برحمته يرسل مطر حتى يطهر بدل إيه هذه الأشياء. هذا الحديث كما قلنا أخرجه الإمام مسلم في صحيح. يبقى إذا معنى ذلك أن قوم يجوج وماجوج يعني إيه سيخرجون قبيل قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. السؤال الآن، وإحنا قاعدين بنسمع عن يجوج وماجوج ونقرأ في قول الله سبحانه وتعالى: قال هذا القارون إن يجوج وماجوج مفسدون في الإيه في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ وقال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يجوج وماجوج وهم من كل حدب إيه ينسلون. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي بعد أن قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا من النوم، قال النبي فسألته زوجته بتقول له: ما الأمر يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعيه هكذا، يعني بيبين أنه فتح من السد يعني شيء يسير،
يستطيعون الخروج ايه؟ يستطيعون الخروج منه. ودي كانت نبوءة من نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يتبادر إلى ذهن المسلم الآن لما نسمع هذه الأشياء، تقول لك لا، طب وأين هم ياجوج وماجوج الآن؟ وأين السد؟ وهل هم موجودين حقيقة ولا سيوجدهم الله سبحانه وتعالى يعني قبيل قيام الساعة؟ هو السير الطبيعي للأمور أنهم موجودين باعتبار أنهم كانوا يخرجون وبنى عليهم ذو القرنين السد فمنعهم من الايه؟ منعهم من الخروج. والسد كما قلنا توصل الكثير من الناس إلى مكان ايه؟ إلى مكان وجوده، ووجدوه فعلا في البناء، وطريقة البناء والمواد الداخلة في البناء كما وصف الله سبحانه وتعالى في الايه؟ في القرآن الكريم، آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، القطر اللي هو النحاس يعني، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. الله سبحانه وتعالى يقول فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، ما يعني ما استطاع هؤلاء الأقوام أن يظهروا يعني أن يصعدوا عليه، وما استطاعوا له إيه؟ وما استطاعوا له نقبا يعني ما لم يستطيعوا أيضا إيه؟ أن ينقبوه، يحدثوا فيه ثقب ويخرجوا من هذا إيه؟ الثقب. لما نتأمل في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف فما استطاعوا أن يظهروا، ما يعني في كلمة ما من الناحية اللغوية بتفيد الايه؟ بتفيد النفي في الوقت الحالي، ما استطاعوا أن يظهروا يعني لم يستطيعوا أن يظهروا أن يصعدوا عليه أن يصعدوا فوقه في هذا الوقت في وقت بناء السد في وقت ذي القرنين، وما استطاعوا له نقبا. إنما لم يقل الله سبحانه وتعالى لن يستطيعوا أن يظهروا، لأن كلمة لن بتفيد النفي في الايه؟ في المستقبل، إنما ما بتفيد النفي في الوقت الحالي. يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى ما استطاعوا أن يظهروا يعني ما استطاعوا أن يظهروا في الوقت الحالي اللي هو في وقت بناء السد، إنما من بعد يستطيعوا أن هم ايه؟ يستطيعوا أن يظهروا في حينما يأذن الله سبحانه وتعالى. العلماء بقى المهتمين بهذا الأمر وكثير ما هم، لأن طبعا هذا الأمر يعني أمر فيه الغرابة من ناحية والدهشة من ناحية أخرى، لكن لابد أن تقيد هذه الأمور بالإيه؟ بالأحاديث الصحيحة وبالروايات التاريخية الموثقة، ومن خلال المعلومات اللي هي الإيه؟ المعلومات التي فيها حقائق علمية نعتمد عليها في هذا الموضوع. من العلماء الذين اهتموا بهذا الأمر عالم هندي اسمه أبو الكلام آزاد، ألف كتابا اسمه ويسألونك عن ذي القرنين، وهذا الكتاب يعتبر وكثيرة هي الكتب التي ألفت في موضوع ذي القرنين وموضوع ياجوج وماجوج وموضوع السد، كثيرة هي الكتب في هذا المجال، لكن من أهم الكتب التي ألفت في هذا المجال كتاب أبو الكلام أزاد اسمه ويسألونك عن ذي القرنين. قال بأن ياجوج وماجوج هذه الكلمة بتطلق على كل من هم خلف سلسلة جبال القوقاز من الناحية الأخرى اللي هي البلاد اللي فيها بقى منغوليا والتبت ومنغوليا، هذه هاجر منها أقوام إلى الصين وهذه الدول، يعني المنطقة بتاعت اللي هي في آسيا منطقة منغوليا والصين وهذه المناطق كلها نستطيع أن نطلق عليهم يأجوج ومأجوج لأنهم من نسلهم من نسل يأجوج ومأجوج. وقال بأن هؤلاء الأقوام كانت لهم معروفين بالوحشية والبربرية ومعروفين بالقتل وإلى آخره، وتتبع مراحلهم التاريخية فقال أنهم خرجوا في التاريخ سبع مرات من في سواء ما قبل الميلاد يعني ما قبل ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام وما بعد الميلاد، خرجوا سبع مرات في كل مرة يعيشون في البلاد المجاورة لهم فسادا، وكانت المرة السابعة هي التي اجتمعوا فيها تحت قيادة جنكيز خان وخرجوا لتخريب العالم، وكان من ضمن ما خربوه أنهم أسقطوا الخلافة الإسلامية في بغداد اللي هي في مشهور طبعا في التاريخ الإسلامي موقعة ما ذكر التتار وكيف أن التتار عاشوا في البلاد فسادا. ده الإمام ابن الأسير عليه رحمة الله في كتابه الكامل، أنا قرأت هذا الأمر يعني منذ سنوات، لما بيتحدث عن أمر التتار لما بيتحدث لأنه كان شاهد عيان
يعني هو 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 ألف كتابه الكامل في 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 أكثر من 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 سبعة مجلدات، لكن بتحدث فيه عن تاريخ عن التاريخ منذ يعني منذ بداية الأرض ومنذ سيدنا آدم عليه السلام إلى إيه إلى الوقت الذي كان فيه يعيش فيه ابن الأسير. الوقت الذي كان يعيش فيه الإمام ابن الأسير عليه رحمة الله كان هو الوقت اللي فيه ظهور الإيه ظهور التتار. فلما بيكتب عن موضوع التتار بيكتب من خلال الإيه من خلال مشاهدة الأحداث. فلذلك بيعد ابن الأسير في هذا الأمر من أوثق المؤرخين، إنهم بيسموا هذا الأمر إيه شاهد عياد. يعني حتى في الأحداث التاريخية التي تدور الآن لما الواحد يرى بنفسه غير لما واحد إيه يسمع فقط. فالإمام ابن الأسير كان شاهد بقى لهذه الأمور. من ضمن الكلام اللي قاله في كتابه الكامل بيقول: وظللت سنوات أقدم رجلا وأؤخر أخرى قبل أن أقوم بكتابة ما حدث للمسلمين لا سيما المسلمين في بغداد من جراء خروج التتار. يعني مش يعني لا يستطيع أنه يمسك القلم ويتحدث عن هذه ويتحدث عن هذا الأمر من هول الأحداث التي رأى. وطبعا معروف أنهم يعني قتلوا الخليفة العباسي، ومنذ هذا الأمر لم تقم طبعا كانت الخلافة بيد العرب بيد الخلفاء العباسيين. من بعد طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ما قالش ويل للمسلمين، ويل لليه للعرب من شر قد اقترب. فكما قلت هذه من نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الرؤية من بعد تحققت في خروج الايه في خروج التتار، لما الرسول قال: فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج هكذا، وحلق بأصبعين، يعني بيقول ان الفتحة التي فتحت فتحة صغيرة، انما عملية بقى الخروج الكبير هذا سيكون قبيل قيام الايه قبيل قيام الساعة اللي هو العلامة الكبرى من علامات الايه الساعة. طب لماذا قال الرسول ويل للعرب من شر قد اقترب؟ او منذ ان خرج التتار في ديت مرحلة خروج التتار هذه دي بتسمى مرحلة اللي هي كانت في وقت الخلافة العباسية في بغداد كما ذكر العلماء المؤرخين يعني في هذا الأمر، دي كان المرة السابعة، يعني كان قبلها ست مرات، لكن الذي يهمنا في تاريخهم المرة أو في تاريخنا الإسلامي المرة هذه، لأنها سقطت فيها الخلافة الإيه؟ سقطت فيها الخلافة الإسلامية. ومن بعد سقوط الخلافة الخلافة العباسية لم تجتمع الأمة الإسلامية على العرب بعد ذلك. قامت بقى خلافات أخرى، الدولة الخوارزمية ودولة ما والدولة العثمانية طبعا كان فيها، وإحنا كمسلمين كنا بنعترف بالخلافة الإسلامية طالما أن هذا إيه خليفة مسلم، مش علاقة بقى بعربي ولا بأعجمي، بس لما تكون بيد العرب أفضل من لأن العرب قلبوا إيه قلبوا الإسلام. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي إيه؟ بلسان عربي مبين، إن جعلناه القرآن العربي لعلكم تعقلون. فما أود أن أقولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا الأمر. وبعدين لما طبعا التتار كانوا كالريح العقيم ما تزر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وسقطت أمامهم الدول، سقطت بغداد وسقطت الشام وجاءوا إلى مصر وكادوا يسقطونها، فمن الله سبحانه وتعالى على المسلمين بالقائد المسلم أنذاك اللي هو سيف الدين قطز، وجمع الله سبحانه وتعالى المسلمين تحت لوائه وتحت رايته حتى يعني هزم التتار في موقعة عين جالوت الايه المشهورة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إذن معنى ذلك أن هذه البلاد اللي هي منغوليا وما جاورها هي موطن يأجوج وإيه وماجوج. عملية بقى خروجهم يعني واحد يقول لك كيف يخرجون من السد، خروجهم هذا يعني مع 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 مع, مع كثرة التناسل وكثرة التوالد في 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 هذه الدول، من الممكن أن يكون خروجهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبيل قيام الساعة
أنهم يخرجون ويحدثون تدميرا في الأرض كما حدث منهم وقت خروج التتار في أيام الخلافة العباسية، وبعد ذلك يبعث الله سبحانه وتعالى عليهم الأشياء التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فتقتلهم، لأنه لا قبل لأحد بقتاله. المهم أن المسلم يؤمن من أهم العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كعلامات كبرى للساعة، من ضمن هذه العلامات علامة خروج يأجوج وماجوج، وحنكتفي بهذا الأمر نصلي العشاء، وبعد ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى في دروسنا القادمة لا سيما في درس العقيدة نتبع الحديث عن قوم يأجوج وماجوج، ثم نتحدث بعد ذلك عن بقية العلامات الكبرى للساعة. والأمر يعني مطروح برضو إذا أي إنسان أحب أنه هو يتناقش في هذا الأمر، أو أحب أنه يعني إذا كان الإنسان سبحان الله عنده يعني كتب يقرأها في هذا المجال أو من خلال المواقع الإلكترونية يستطيع أن يصل إلى معلومات جديدة يفيدنا بها في هذا الأمر، فالأمر مطروح للجميع، لأن هذا الأمر من أهم الأمور التي ينبغي على المسلم أن يعلمها، لأنه أمر يتعلق بأمور العقيدة الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا وأن يجعل قرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.